السلام عليكم الكل، مرحبا بكم في قناتكم الفيا اكاديمي اللي هي قناه تعليميه خاصه بجميع المستويات من السنه السابعه اساسي الى البكالوريا. كانت حاب ما يفوتك حتى شيء ملي كان تعمل ابوني في قناه الفيا اكاديمي، واللي حاب على متابعه يوميه وفرديه من السابق الالفيا لجميع المستويات اساسي وثانوي اعدادي عفوا وثانوي من السابعه اساسي الى البكالوريا، وفي مواد الرياضيات الفيزياء علوم الحياه والارض العربية الفرنسية الإنجليزية وكذلك الاقتصاد والتصرف، معليه كان يتصل بنا باش نخرج في أحد العروض المتوفرة. كذلك تنجموا تزورونا على المنصة التربوية منصة ألفيا أكاديمي اللي موجود فيها ملخصات الدروس، تمارين وسلسلة مراجعة مرفقة بحلول وكذلك الفيديوهات التفسيرية. إذا ما تنساش باش تعمل طلع على المنصة التربوية منصة ألفيا أكاديمي. اليوم الفيديو موجه لتلاميذ التسعة أساسي، اليوم باش نخدمو تمرين في إطار درس التعيين في المستوى. إذن باش نبدأ بنص التمرين، ليكن أو إي جي معينا متعامدا في المستوى حيث أو إي يساوي أو جي يساوي 1 سنتيمتر. عين النقاط أ 3 2 يعني فاصلتها 3 وترتيبها 2، ب 3 إلا 2، سي إلا 3 2. أولا أحسب البعد السي. 2 لتكن النقطة D حيث A, B, D, C متوازي أضلاع، أوجد إحداثيات النقطة D. ثالثا بين أن النقطة A هي منظرة B بالنسبة لـ OE. بين أن A, B, D, C مستطيلة. خامسا أحسب البعد AB ثم استنتج مساحة المستطيل A, B, D, C. وآخر سؤال عين على AC نقطة E حيث تكون فاصلتها إلا 4 و F منتصف EB، حدد إحداثيات النقطة F. إذن هذا بالنسبة لنص التمرين. أول حاجة باش نخدم المعين بتاعنا. إذن عندي معين متعامد في المستوى. إيش معنى متعامد في المستوى؟ معناتها OE وG متعامدان، OE عمودي على OG، و OE يساوي OG يساوي 1 سنتيمتر. باش نعين النقاط، عندي النقطة A 3 2 يعني فاصلتها 3 وترتيبها 2. إذن باش نحسب على محور الفاصلات، OE هو محور الفاصلات، 1 2 3 فاصلتها 3 وترتيبها 2 نطلع 2. اذا هنا النقطة A، النقطة B 3 الا 2، اذا باش نحسب على محور الفاصلات 3 ونهبط 2 خاطر الا 2، 3 الا 2، اذا هذه النقطة B. والنقطة C الا 3 وترتيبها 2، معناها هذه هنا النقطة C. اذا حصلت على النقاط A B C في المرحلة الاولى. طلب مني باش نحسب البعد أسي. إذا كيفاش نحسب البعد أسي؟ أول حاجة نغزل للأسي والموجود بالضبط. عندي أ فاصلتها 3 2 و سي إحداثيتها عفوا 3 2 و سي إحداثيتها إلا 3 2. إذا النقطتان أ و سي لهما نفس الترتيب، نفس الترتيب إلا 2 2 2، عندهم نفس الترتيب اللي هو 2. نعرف القاعدة، نقطتان لهما نفس الترتيب أو مستقيم يمر من نقطتين لهما نفس الترتيب يكون موازي لمحور الفاصلات، وبالتالي هنا أسي المستقيم أسي هو موازي لمحور الفاصلات أو المستقيم أو إي. إذن هنا خدمت بالقاعدة أ و سي لهما نفس الترتيب، إذن المستقيم أسي المستقيم الذي يمر من نقطتان لهما نفس الترتيب يكون موازي لمحور الفاصلات. اذا اسي موازي ل او اي، وبالتالي البعد اسي، البعد اسي هو كيف كيف هنا عندي قاعده، البعد اسي هو قيمه مطلقه لاكس سي الى اكس ا، يعني باش نطرح الفاصلتين، قيمه مطلقه لاكس سي الى اكس ا يساوي قيمه مطلقه ل الا 3 الا 3. فاصله ا هي الا فاصله ا هي 3، فاصله سي هي الا 3، اكس سي هي الا 3 إلا فاصلة أ 3 إلا إلا 3 إلا 3 إلا 3. إذا تساوي قيمة مطلقة لي إلا 6 تساوي 6، قيمة مطلقة دائما موجبة، إذا والبعد دائما موجب. إذا أسيل هنا يساوي 6 سنتيمتر، خاطر هنا البعد عندي الوحدة القيس هي سنتيمتر. لتكن النقطة دي حيث أ بي دي سي متوازي أضلاع، إذا باش نزيد نقطة نسميها نقطة دي حيث أ بي دي سي متوازي أضلاع. إذا عندي أ بي دي سي، إذا مش نكون في شيء هذه النقطة أ بي دي، ما نتبع الترتيب متاع الحروف في الرباعيات أ بي دي سي متوازي أضلاع، أوجد إحداثيات النقطة دي. إذا
ABDC متوازي الأضلاع. إذا نعرف المتوازي الأضلاع القطران يتقاطعان في المنتصف. إذا القطران المتوازي الأضلاع هما AD و BC يتقاطعان في المنتصف. يعني منتصف AD هو نفس منتصف BC. أنا AD ما عنديش خاطر ما عنديش النقطة دي، لكن عندي إحداثيات B و C نجم نخرج منتصف BC. لكن شو نلاحظ؟ لاحظ لي B إحداثيات B هي 3 إلا 2، إحداثيات C هي إلا 3 2. إذا B و C لهما فاصلتان متقابلتان وترتيبان متقابلان، فاصلتان متقابلتان وترتيبان متقابلان، وبالتالي B و C هما متناظرتان بالنسبة لي أصل التدريج، بالنسبة لي O. نعرف نقطتان في معين متعامد في المستوي، نقطتان لهما ترتيبان متقابلان وفاصلتان متقابلتان متناظرتان بالنسبة لي O، بالنسبة لي أصل التدريج. إذا هنا خرجت لي B و C متناظرتان بالنسبة لي O، يعني O هو منتصف BC. إذا هنا عرفت لي O منتصف BC، ونعرف إن القطران يتقاطعان في المنتصف، يعني O باش تكون حتى منتصف AD، يعني وبالتالي O منتصف AD، ومنه D هي مناظرة A بالنسبة لي O. إذا دي باش تكون حتى هي مناظرة A بالنسبة لأصل التدريج. عندي A إحداثياتها 3 2، إذا إحداثيات D باش تكون فاصلة D باش تكون مقابل فاصلة A، يعني A هي 3، دونك إحداثيات D هي إلا فاصلة D هي إلا 3، وترتيب A هو 2، يعني ترتيب D باش يكون إلا 2، وبالتالي إحداثيات النقطة دي هو إلا 3 إلا 2. كي نجي نعمل فيريفيكاسيون هنايا نثبت نلقاها إلا 3 إلا 2. إذا إحداثيات دي هو إلا 3 إلا 2. إذا الخدمة نتاعي صحيحة، ديما كي نخدم نرجع نعمل نثبت الخدمة نتاعي باش نعرف روحي صحيح ولا. نواصل إذا ثالثا، بين أن النقطة A هي مناظرة B بالنسبة لي أو إي. بين هنا ديما عندي قاعدة نخدم بها، نقطتان متناظرتان بالنسبة لي أو إي إذا كان عندهم نفس الفاصلة وترتيبان متقابلان. إذا باش نشوف الإحداثيات، إحداثيات النقطة A هي 3 2، إحداثيات النقطة B هي 3 إلا 2. إذا A و B لهما نفس الفاصلة، الفاصلة هي 3، عندهم نفس الفاصلة وترتيبان متقابلان، واحدة 2 واحدة إلا 2، إلا 2 هم مقابل 2، يعني عندهم نفس الفاصلة وترتيبان متقابلان وبالتالي متناظرتان بالنسبة لي أو إي. هنا طبقت عليها القاعدة، إذا بينت لي A هي مناظرة B بالنسبة لي أو إي حسب القاعدة اللي عندي. شنو يكون واضح؟ السؤال الرابع، بين أن ABDC مستطيل. إذا كاش بين اللي ABDC مستطيل، أنا نعرف ABC ABDC متوازي أضلاع، إذا يكفي أني باش نخرج عنده زاوية قائمة، متوازي أضلاع عنده زاوية قائمة هو مستطيل. إذا هنا عندي A و B لهما نفس الفاصلة، A و B لهما نفس الفاصلة، إذا المستقيم الماري من AB، المستقيم AB باش يكون موازي لـ OG. نقطتان لهما نفس الفاصلة، أو المستقيم المار من نقطتين لهما نفس الفاصلة باش يكون موازي لمحور الترتيب. إذا A و B لهما نفس الفاصلة، المستقيم المار من AB باش نسميه AB باش يكون موازي لOG. إذا AB هنا وصلت لـ AB موازي لOG، ونعرف اللي OE عمودي على OG. علاش؟ على خاطر عندي معين متعامد في المستوي، معين متعامد في المستوي، إذا OE عمودي على OG. إذا AB موازي لـ OG، OG عمودي على OE، وبالتالي AB باش يكون عمودي على OE، AB عمودي على OE. ونعلم أن AC موازي لـ OE، بينتها في السؤال الأول، هذه AC موازي لـ OE و AB عمودي على OE، يعني باش يكون AB عمودي على AC. المستقيم المار المستقيم كيف بدا عندي مستقيمان متوازيان، أي مستقيم عمودي على أحدهما عمودي على الثاني، هذه القاعدة. إذا هنا AB عمودي على AC، إذا بينت لي AB عمودي على AC. عندي ABDC متوازي أضلاع، AB عمودي على AC يعني عنده زاوية قائمة هنا، وبالتالي ABDC هو مستطيل، هو متوازي أضلاع عنده زاوية قائمة، إذا هو مستطيل. إن شاء الله يكون واضح. إذا نمر للسؤال الخامس، احسب البعد AB ثم استنتج مساحة المستطيل ABDC. البعد AB، إذا باش نحسب البعد AB نشوف AB وين بالضبط. إذا A و B لهما نفس الفاصلة، إذا AB موازي لأوجي، هذه ديجا بينتها، AB موازي لأوجي، وبالتالي البعد AB باش يكون القيمة المطلقة لـ YB إلى YA. كيف عندي قاعدة، البعد AB
فوقي مطلقه لي يغرك بي الا يغرك ا، يغرك بي هي الا 2، يغرك ا هي 2، اذا القيمه المطلقه لي الا 2 الا 2 يعني قيمه مطلقه لي الا 4 تساوي 4 سنتيمتر. اذا لهنايا البعد ا بي يساوي 4 سنتيمتر. ثم استنتج مساحه المستطيل ا بي دي سي. عندي مستطيل، نعرف مساحه المستطيل هي الطول في عرض، الطول نتاعو ا سي، العرض نتاعو ا بي، اذا مساحه المستطيل باش تكون ا بي في ا سي. ا بي عندي خرجتها اللي هي 4، ا سي خرجتها في السؤال الاول هي 6، اذا مساحه المستطيل ا بي دي سي هي 4 في 6 هي 24 سنتيمتر مربع. اذا مساحه ا بي دي سي، مساحه المستطيل هي 24 سنتيمتر مربع. ان شاء الله يكون واضح. انا فقط طبقت القواعد اللي نعرفها، ما في حتى شيء صعيب، فقط باش نطبق القواعد. ديجا عندي القواعد في مخي، حفظتهم وعملت عليهم برشا تطبيقات، اذا نجم نخدم التمرين هذا بسهوله. نمر اذا لاخر سؤال. عين على ا سي النقطه او تكون فاصلتها الا 4. اذا باش نلوج المستقيم ا سي، هذا المستقيم ا سي، مستقيم ا سي باش نعين عليه النقطه او. اذا هنا باش نطول، هذه خدها ا سي، هنا عندي قطعه مستقيم باش نطول فيه باش يولي لي مستقيم، ونعين النقطه او حيث تكون فاصلتها الا 4. اذا باش نلوج على ترتيبها لهنا، فاصلتها الا 4 باش نلوج على ترتيب او. لكن هنا سؤال اف منتصف او بي، حدد احداثيات اف. اذا قبل ما نحدد احداثيات اف لازم نحدد احداثيات النقطه او. او نقطه من ا سي فاصلتها الا 4، وبما ان ا سي موازي ل او اي، ا سي موازي ل او اي، اذا جميع نقاط المستقيم ا سي لها نفس الترتيب. جميع نقاط كل نقطه من ا سي عندها نفس الترتيب، اذا اللي هو ترتيب الا وترتيب السي اللي هو 2. اذا جميع نقاط ا سي باش تكون ترتيب نتاعها 2، على خاطر ا سي موازي لمحور الترتيب، كل نقطه من ا سي باش يكون عندها نفس ا سي، عفوا موازي لمحور الفاصلات، اذا كل نقطه من ا سي باش تكون عندها نفس الترتيب، وبالتالي او باش تاخذ ترتيب ا وترتيب سي اللي هو 2. ومنه احداثيات النقطه او هي الا 4 2. اذا خرجت احداثيات النقطه او، ثم طلب مني باش نلوج احداثيات النقطه اف اللي هي منتصف او بي. اذا عندي هنا او، عندي بي، ونقطة اف منتصف او بي. نرد بالنا لهنا، راني ما نخرجش الاحداثيات من الرسم، الرسم يعاونني باش نشوف روح صحيح ولا، لكن ما نجيش لهنا نمشي نعمل منتصف او بي ومن بعد ديريكت نكتب احداثيات او، احداثيات اف عفوا، ما نخرجش الاحداثيات من الرسم. هذه ردوا بالكم منها، برشا تلاتة تغلط فيها. يجي يرسم يرسم المعاين في المستوى نتاعو، وبعد يعاين النقاط، كيما هنا مثال ا بي سي، ا بي دي سي مستطيل متوازي اضلاع، يعاين النقطة دي ومن بعد يقرا ديريكت. لا ما تقراش ديريكت، لازم تخدم بالقواعد. كيف لهنا المنتصف لازم نخدم قاعدة المنتصف، ما نقراش ديريكت احداثيات اف. اذا اف منتصف او بي، اف منتصف او بي يعني القاعدة نتاع المنتصف، اكس اف هي اكس او مع اكس بي على 2، يعني باش نجمع فاصلتي النقطة او والنقطة بي ونقسم على 2 اللي هي الى 4 مع 3 على 2 يساوي 1 الا 1 على 2. اذا فاصله النقطه اف باش تكون الا 1 على 2. ترتيب النقطه اف هو ترتيب او مع ترتيب بي على 2، يعني ايغريك بي مع ايغريك او على 2 اللي هو 2، اللي هو ايغريك بي الا مع الا 2. اذا خاطر عندي ايغريك 2 هو ايغريك او، و يجريك بي هو إلا 2 مع إلا 2 على 2 إلا 2 تساوي 0 على 2 تساوي 0. إذا فاصلة النقطة F باش تكون إلا 1 على 2 وترتيبها 0، وبالتالي إحداثيات النقطة F هو إلا 1 على 2 0. نجي نلوجها نعمل نثبت باش نعمل فيريفيكاسيون، نلوجها نلقى النقطة F إلا 1 على 2، يعني النص عندي هنا 0 إلا 1، إلا 1 على 2 0. إذا خدمتي صحيحة. ان شاء الله تكونوا فهمتوا بالكدا كيفاش نخدموا التمرين في اطار درس التعيين في المستوى، كيفاش نوظف القواعد اللي نعرفها باش نكمل باش نجم نعمل التعليل بتاعي الصحيح. ان شاء الله يكون كل شيء واضح. ما تنساش باش تعمل ابوني في قناه الفيا اكاديمي باش ما يفوتك حتى شيء وباش يوصلك كل جديد. كذلك زورونا في موقع المنصه التربويه منصه الفيا اكاديمي، والى اللقاء في فيديو قادم.